جاء من أجل دعوة الناس إلى الخير، ومن أجل تذكير المسلمين ودعوة غير المسلمين. فإن الله تعالى قال في القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى في الآية دي من سورة آل عمران أمر بالدعوة إليه ورغب في هذه الدعوة، وإن الدعوة دي يا جماعة بسببها يصير العبد من المفلحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر مجلد من كتاب الفتاوى والجزء 35، قال: الفلاح نيل المطلوب، والأمن من المرهوب. الزول المفلح يا جماعة ده الزول البعدين لما نجي الموت بموت حسن خاتمة، والزول المفلح ده لما ندخلوا القبر بيلقى قبر روضة من رياض الجنة، والزول المفلح ده اللي بيكون يوم القيامة من الآمنين في يوم الفزع الأكبر، والزول المفلح ده اللي بيشيل كتابه بيمينه، والزول المفلح ده اللي بينجو في الصراط يوم ينصب الجسر فوق جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. في الصراط الجسر الفوق جهنم هو بيمش فيه وبينجو، ما بيتعذب ولا بيقع في النار. والزول المفلح يا جماعة اللي بيدخل الجنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.